أسدل الاستتار عن أكثر من 3 سنوات ديال المحاكمة اللي عرفها هذا الملف ديال باب دارنا، وكنظن 3 سنوات ديال المعاناة وديال الأرق وديال العذاب والتعذيب اللي عاشوا هاد العائلات، والآن ربما أول ليلة اللي يقدروا ينعموا فيها بالراحة وأنهم ينعسوا متاحين من بعد ما يعني هاد المحاكمة سالات. كانوا هناك أحكام مشددة في حق المتهم الرئيسي اللي هو 15 سنة ديال السجن النافذ، بالإضافة إلى أحكام مجموعه أكثر من 50 سنة ديال السنوات اللي كانوا على جميع المتهمين المتابعين في هذا الملف. كنظن هذه أول رسالة بأنه النفوذ والسلطة والمال ما يمكنوش الإنسان أنه يفلت من العقاب أو أنه يسطع الأموال والممتلكات ديال الناس بدون عقاب، وأن كاين المغرب دولة الحق والقانون، دولة ديال المؤسسات، وأنها رسالة كذلك الباقي بعض من المنعش العقاري اللي كيقوموا بالسطو على الأموال ديال والممتلكات ديال المواطنين اللي كيضيعوا سنوات كثيرة باش يجمعوها، بأنه ما كاينش هناك إفلات من العقاب وبأنه هناك قوانين تتحمي هاد المواطنين. هي الفرحة ما اكتملتش لأن عدد كبير ما تمكنوش من استرجاع الأموال اللي وضعوها في هاد الشقق أو في هاد الفيلات وفي هاد المشاريع. يعني حنا كنشكر القضاء على هذا المسار اللي رغم مسار اكثر من 39 جلسه. بالطبع الضحايا ما يمكنش يكونوا راضيين 100% لانهم ما يمكن ما استرجعوش الاموال ديالهم الخاصه بهم. كان هناك عده علامات استفهام حول مسار هذه الاموال، والان يعني كنتمنوا ان كذلك يكون هناك انفراس كذلك من طرف الحكومه في هذا الملف فيما يخص يعني محاولة ديال تعويض الضحايا، وكذلك انهم باش ترجع لهم كذلك يعني يرجع لهم هذاك الامل اللي كان عندهم في هاد المشاريع وفي هاد الشقق والفيلات اللي كانوا باغيين يديروا فيها الاحلام ديالهم.